اهلا بحضراتكم من جديد. يوم السبت اللي جاي هيتم فتح باب القبول بجامعه الطفل، وده عن طريق التسجيل في كل جامعه بشكل منفرد. ايضا هيتم توفير اماكن اضافيه لاستيعاب اكبر عدد ممكن من المتقدمين. خلينا نعرف تفاصيل اكثر من دكتور محمود صقر، رئيس اكاديميه البحث العلمي. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير جمان، صباح الخير حسام، كل سنه وحضراتكم طيبين. يعني حضرتك الموضوع اللي بتتكلموا فيه من الموضوعات المهمة جدا اللي حقيقي يعني لها قبول بكل تأكيد يا فندم. ونظرا لأهميته خلينا نبتدي يعني بادئ ذي بدء كده، نعرف السادة المشاهدين ايه هي جامعة الطفل وايه هي شروط الالتحاق بجامعة الطفل. طيب جمال، خليني اقول لحضرتك ان لو تذكري كان السيد الرئيس في 2014 اطلق مبادرة نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وكان الهدف من برنامج جامعة الطفل هو تبقى مبادرة جديدة تتبناها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، يعني للتنقيب عن المواهب والنوابغ في مرحلة التعليم الإلزامي اللي هو التعليم قبل الجامعي. والبرنامج ده يعني معمول به في كثير من الدول الأوروبية بمسميات مختلفة، وبالتالي الأكاديمية تبنت برنامج جامعة الطفل بالتعاون والشراكة مع الجامعات المصرية كلها، سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة، وبعض المراكز البحثية أيضا. من خلال هذا البرنامج بندي فرصة للأطفال اللي هم مهتمين بالعلوم وبالبحث العلمي وبالتكنولوجيا وبالابتكار وعندهم شغف بالبحث العلمي عموما، يعني أنهم يتقدموا إلى هذا البرنامج ويتقدموا لأقرب جامعة لإقامتهم، وبالتالي فكل الجامعات المصرية مشاركة فيه، فعندهم فرصة يشتركوا في الجامعة القريبة من محل إقامتهم يعني. وأكاديمية البحث العلمي من خلال المشرفين على البرنامج والمدير التنفيذي للبرنامج الأستاذ دكتور زين الفقي، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء المحليين وخبراء من الاتحاد الأوروبي، وضعوا محتوى تعليمي مبتكر غير رسمي في مجالات محددة للأطفال. وتم الاتفاق عليه مع الجامعات المصرية المشاركة في البرنامج، والجامعات المصرية بتتبنى وبتتولى تنفيذ هذا البرنامج، بالإضافة إلى فتح معامل الجامعات المصرية للأطفال والتلاميذ عشان يجروا تجارب عملية على أرض الواقع، عشان يعني يشرحوا لهم بعض التجارب المبسطة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار. الجامعات اللي بتشارك في هذا البرنامج الأكاديمية بتقدم لها دعم مادي عشان تقدر توفر مستلزمات التجارب ومستلزمات البحث العلمي للتلاميذ وكده يعني. يعني البرنامج منذ يعني بدايته في 2014-2015 وهو قدم خدمات لحوالي اكثر من 18,000 تلميذ، وبيبقى عليه اقبال شديد جدا لدرجه ان احنا بنضطر نقفل باب التقدم بعد دقائق فقط من فتحه، لان بيبقى الاقبال شديد جدا جدا على هذا البرنامج. طيب يا فندم، شروط الالتحاق بالجامعة، السن؟ احنا السن بنشتغل على من 9-15 سنة في المرحلة دي، وحقيقي يعني اهم ما يميز جامعة الطفل بقى ان احنا ما بنحطش شروط خاصة بالمجموع او الدرجات او يكون الاول او جاب الدرجات النهائية في مادة معينة، لان احنا بنرى ان الضوابط دي ممكن تخلي ناس موهوبين جدا يمشوا في المسار الغلط يعني. واحنا كلنا طبعا بنعاني من المجموع الدرجات مش هو العامل المحدد الرئيسي، فاحنا بنسيب الفرصه لكل اللي عايز يتقدم، وبناخد باسبقيه التقدم يعني. ما بنعملش امتحانات للولاد، اللي عنده طبعا بيجاوب بعض الاسئله في الاول عشان نقدر نحكم على مستواه وكده ودرجاته، لكن كل واحد عنده شغف بالعلوم عنده فرصه انه يستفيد من البرنامج. ده مش ممكن يخلي حد ياخد مكان حد فعلا يستحق هذه التجربه؟ ما بيعرفش يملى الابلكيشن من الاول. يعني الابلكيشن فيه ضوابط معينه وفي حاجات معينه، اللي هيملاها ويعمل له سكسسفول سبمشن او يعني ينجح لاخر خطوه لازم هيكون حد كويس قوي. يعني في فرز. في فرق بس مش بالدرجات مش بالمجموع. لا قصدي فرز يا فندم مش فرق. فرز ايوه طبعا طبعا طبعا. عظيم. طيب دكتور، يعني حضرتك قلت ان بيبقى فيه عدد محدد وبيبقى فيه فرز زي ما حضرتك تحدثت مع حسام، فهل لو في طالب مثلا تقدم قبل كده وحب يتقدم مره ثانيه او يجرب مره ثانيه، هل ده متاح ولا لا؟ وعايز اعرف كمان من حضرتك هل في رسوم للتسجيل او الدراسه بهذه الجامعات يا دكتور؟
لا طبعا متاح يقدم مره واثنين وثلاثه، وما كانش السنه دي يبقى السنه الجايه. هي المرحله العمريه بنتكلم على من 9 ل 15 سنه، ففي مجال كبير جدا ان اي تلميذ يعني مهتم يستفيد من البرنامج. اللي ما كانش هو عنده 9 سنين يبقى هو عنده 10 11 وكده يعني. المهم يعني في فرصه كبيره جدا. بالنسبه لا ما فيش رسوم خالص، هي منح بتقدمها الدوله موصله في اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا. مفيش اي نوع من الرسوم. عايز اضيف برضه عشان الناس يبقوا عارفين ان الولاد المتميزين من هذا البرنامج بيشاركوا في مسابقات عالميه وبيسافروا، وفي ناس منهم سافروا روسيا قبل كده وشاركوا في مسابقات عالميه في روسيا وفازوا بمراكز متقدمه جدا. يعني كان حوالي اكثر من 25 او من 20 ل 25 تلميذ يعني سافروا روسيا الاتحاديه من خلال هذا البرنامج، وكل دي منح بتقدمها اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا. عظيم جدا جدا الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا وكل التوفيق بالتأكيد.